تشهد معظم محافظات الجمهورية تفاوتا في أسعار المشتقات النفطية، حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى، ما أثار الكثير من التساؤلات عن الأسباب. هذا التقرير يحاول الرد على هذه التساؤلات. لم تستقر أسعار المشتقات النفطية في أي محافظة بل في الجمهورية ربما، ولكن الملفت هو أن الأسعار تتفاوت وتختلف من محافظة إلى أخرى. ففي محافظة حضرموت هناك من يستغرب أن سعر المشتقات النفطية منخفضا، وهذا الاستفسار طرحناه نحن على المعنيين هنا وكان هذا تأكيدهم. بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية واختلافها من محافظة لمحافظة، هذا يعتمد على الكلفة التي توصل إلى كل ميناء في محافظات الجمهورية. فنلاحظ أن كلفة الطن لمادة البترول أو الديزل توصل إلى مدينة المكلا بكلفة معينة، وإلى ميناء عدن بكلفة أخرى، وكذلك إلى ميناء الحديدة تختلف كلفتها عن المواني الأخرى. لذلك نلاحظ هنا اختلاف الكلفة التي يوصل بها الطن ومن ثم اللتر إلى كل محافظة. هناك في عدم توازن بين المحافظات الجمهورية، تلاحظ في تلاعبات في بعض المحافظات في مادة المشتقات النفطية. نحن يصل عندنا سعر المشتقات إلى سعر 250، يعني الفارق بين سعر الماضي والسعر الحالي 10 ريال. اليوم نلاحظ أن سعر اللتر يصل إلى 250 ريال، وهذا سيسهم نوع الماء في تقديم المساعدات للمواطن حتى يتغلب على سعر المواصلات والتنقل الداخلي بين المناطق في محافظة حضرموت. أسعار المحروقات تأثر بشكل كبير وسلبا على المواطنين. هناك في تفاوت كبير بين المحافظات، وخاصة يعني لو نضرب مثل محافظة حضرموت ومأرب يختلف كبير في وفوار كبيرة في أسعار المحروقات. هذه الأسعار وثقلها على حمل المواطن بشكل كبير، خاصة في المواد الغذائية والحياة المعيشية اليومية لهم. جوانب وعوامل أخرى تتحكم بأسعار المشتقات النفطية في اليمن، وبعض تلك العوامل تتعلق بتكاليف النقل وما إلى ذلك من أمور أخرى تتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف في البلاد. نحب هنا نشير إلى يعني جزئية مهمة جدا، وهي أن أي تغير في سعر الصرف بالنسبة للريال اليمني سواء بالارتفاع أو الانخفاض، فسيكون هناك انعكاس مباشر على سعر المشتقات النفطية. فليس هذا الانخفاض معناه أن سيستمر الانخفاض وبمعدل ثابت، ولكن في أي لحظة يترتفع سعر المادة في البورصات العالمية أو سعر الصرف بالنسبة للريال اليمني، فتلقائي سيكون هناك في ارتفاع في المشتقات النفطية. بالنسبة للمكلا، مدينة المكلا مدينة حضارية ومتحضرة، وأن المواصلات فيها على قد ارتفاع المواد المشتقات النفطية فيها، إلا أن هناك في تحسن في أسعار المواصلات في التواصل وتخفيف المعاناة على المواطنين. إن شاء الله نتمنى لجميع اليمنيين أن يكون البترول والمشتقات النفطية متوفرة في جميع المحافظات، وأن يرفع عن الشعب اليمني الضر. وما بين هذا وذاك الطرح، يطرح الأهالي أن أسعار المشتقات النفطية تخضع لأمور كثيرة وتخضع لتلاعب أحيانا من قبل السلطات وأصحاب المحاط والتجار وغيرهم، وتحاول السلطات المحلية أن تجد حلولا نوعا ما في ضبط الأسعار وعلى أن تكون منخفضة ولصالح الأهالي. وهذا ما يحصل في مكلا حضرموت.